اشرف حكيمي حتى هو ضحايا من من من, من الضحايات، وباقي شي كتشوفوا دابا اشرف حكيمي راه ماشي هو الاولي ولا هو الاخر. فرنسا كتلعب ادوار ديال الشمايت ومعروف عليها، فهمتيني، كانت جينيشان جينيشان مع المغرب، تقول له اشنو بغيت اشنو اللي التوجه ديالي، راه ما غادي نعترفش، ما تدخلش السياسه باللغه والدارجه ديالنا، طحن ناس ابرياء ما عندها حتى معنى. هما فرانسيس فرانسيس حاليا فرانسيس كيتضمنوا مع اشرف حكيمي لان اللعبه اصبحت مكشوفه بصراحه، بصراحة العباره. كنظن تبدل من سياسته وجينيشان، راه المغرب بلد متصالح مع ذاته، يعني راسم خريطه، عمره ما تشوف منه العيب، بلد عارف شنو باغي شنو كيدير، ما كينساش الاصدقاء ديالو، ما كينساش الشركاء ديالو، وبالتالي فرنسا كتلعب دور الحرامي في هذه القصه هذه كامله، واللعبه مكشوفه على مستوى العالم كاع. نتمنوا تفهم الميساج، فهمتيني، وطيح معنا الارض وما غتفلحش. الشيء هادشي كامل من الله لا فلحت فيه، لان المغرب تبارك الله الحمد لله عنده امتداد. اول حاجه دوله عريقه جدا، سياسيا اقتصاديا ثقافيا تراثيا، فهمتي. كنظن خصها تعاد النظر بعلاقتها مع المغرب والجيانيش. انا هادشي اللي كاين بسم الله سعد المجرد حتى هو ضحيه، واكبر دليل هو ان داروا المصياده وجات عندهم بيدو، لانه كان كيظن ان ديك كما كنعرفوا حنا اوروبا هي قاره ديال العدل، قاره ديال حقوق الانسان. فاذا كنتفاجئوا ان ملي كيستحضروا السياسه كيمحيو العدل وكيمحيو حقوق الانسان، فهمتي، وباقي نشوفوا ضحايا وكانوا ضحايا، فهمتي. وراه كنشوفوا كيفاش كيتعاملوا مع مظاهرات في الشارع العام، كنشوفوا كيفاش كيتعاملوا مع بواحد الوحشيه. الوغ بالنسبه للقضيه ديال سعد المجرد ولا ديال الحكيمي، ماشي هذه الاولى ولا الاخرى، مازال بزاف. انا هذه كنشوفها غير، فهمتيني، يعني غير نفط ديال الغبار ديال السياسه الفرنسيه. السياسه الفرنسيه انت كتعرف يعني التوسعات ديالها في القاره الافريقيه، الان اصبحت القاره الافريقيه والمغرب قائم بذاته، رجع يعني تبدلت القوى السياسيه ديال العالم. الحمد لله يعني بالضغوطات ديال المملكه المغربيه في هذه القضيه ديال الازدواجيه، الرؤيه اللي كيشوفونا بها جميع الدول سواء الصديقه او المعاديه، طبعا قضيتنا الجامعه القضيه ديال الصحراء المغربيه، فكانوا خطابات واضحه سواء من وزير الخارجيه السي ناصر بوريطة او من خطابات صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. فطبعا ضروري ما غتكون شويه ديال، فهمتي، انت زيارتي عليا من هنا انا غنزير عليك من هنا، ولكن اللعبه ديال فرنسا اصبحت مكشوفه طبعا مؤخرا، يعني العالم حتى الاتحاد الاوروبي اصبح طبعا يرى فرنسا تلك يعني ذلك الديك الذي يحصد محاصيل افريقيا، سواء ثروة الإفريقية أو تدخلات في الشأن السياسي، سواء يعني كما كتعرفوا كاين بعض الدول الإفريقية مازال الآن فرنسا هي ناطقة باسم سياستها. وهذا طبعا هذا راجع الانفتاح ديال المغرب على الدول الإفريقية وعلى محيطها الإفريقي. فالحمد لله المغرب أصبح قوة قائم بذاته حاليا، لا في السياسات لا في الصداقات لا في بزاف ديال الأمور. فبالنسبة يعني هذا الشيء اللي كنشوف مثلا سعد المجرد ولا الحكيمي، نقدر نقول له مثلا سعد المجرد فغيمون خطا، دوز واحد الطيش ديال نقولوا ديال المراهقة ديال الشهرة، ولكن هو ما نكرش، هو راه جا بيدو طلع حضار المحاكمة، إلا أن المحاكمة كانت شوية قاسية 6 سنوات من بعد ما كانت هذا الموضوع هذا تطوى الملف ديالو سنوات، فجانا غريب أنه خرج هذا الموضوع هذا في هذا الوقت هذا، يعني في هذا الوقت هذا بالضبط اللي كاينه واحد شويه ديال شد لي انقطع لك ما بين السياسات. فهذا تحصيل حاصل ديال السياسه الفرنسيه وفقط. اشرف حكيمي، نحن هنا في مدينه تطوان، وانا بصفتي كسجال استنكر جمله وتفصيلا لهذا الحاصل من طرف فرنسا. نحن ندين هاد التصرف الاخلاقي والمسؤول اللي كيعرفوا القضاء الفرنسي في حق حكيمي. اقول حكيمي رجل اخلاق عاليه، اصول عربيه مغربيه مسلمه، ماشي هذا الشيء. هذا انا من هذا المنبر كنوجه
الرأي العام الدولي والوطني كنقول على أن القضية قضية سياسية، لأن هذه مزايدات سياسية كنعتبروها، لأن المغرب نجح في الاقتصاد ديالو ونجح في الاستقلالية ديالو المالية والاقتصادية. إذا المغرب مستهدف. أقول ثم أقول وأستنكر جملة وصيلة، أشرف حكيمي رجل خلاق، رجل رياضي من الطراز العالمي. هذه مزايدة بلا شك، بلا حتى شي حاجة. الرأي العام الدولي والوطني كل شيء عرف لا للمزايدات السياسية. نعم مع أشرف حكيمي رجل الأخلاق، نحن هنا ندعم أشرف حكيمي كساكنة وكسجانين وكمثقفين وكرجال إعلام وكرجال الحقوق وكرجال التعليم. نحن نستنكر جملة وصيرة إلى هذا التهجم اللي تهجم عليه أشرف حكيمي، وتحياتي وشكرا.